اطلعي بسرعه. تعالي تعالي. ايه عملتي ايه؟ حصل. انتي مستنيه ايه؟ شغلي الريسيفر يلا بسرعه يا شوشو يلا. انتي حطيتي الميكروفون في اوضه النوم؟ عيب، ده انا نجيبه نجيب والله العظيم والله العظيم. اللي بتعملوه ده يعاقب عليه القانون. ممكن تسكتي وتكتمي خالص؟ وهو اللي بتعمله سناء ده ما يعاقبش عليه القانون؟ دلوقتي بقى تقدر تطلع من الحمام يا صلاح. ايه نجيبه غارت؟ سامعين؟ سامعين قله ادبه؟ شاهده؟ شاهده على جوزك يا شهيره؟ هو صلاح الجبان كان مستخبي في الحمام. اسكتي بقى خلينا نسمع. بقى انا صلاح وجدي يتقفل عليا باب حمام واستخبى فيه؟ يا رب يا رب، ده حلم ولا علم اللي انا فيه ده؟ اكيد كابوس كابوس وطابق على نفسي. وانا ذنبي ايه؟ انت اللي مش عايز حد يعرف اللي بيننا. وبعدين ما اعتقدش ان نجيبه دي عرفت حاجه. عرفت حاجه؟ انت شافت الروب دي شامبر والجزمه بتاعتي؟ اكيد سمعتني وانا بقول لها ان دي حاجه اخويا. اخويا؟ وانت فكرك الكلام ده يخيل على واحده زي نجيبه نجيب؟ جرى ايه يا صلاح؟ انت مالك منفعل كده ليه؟ لانك يا هانم ما انتش قادره تصدقي ان هي فعلا مش جايه عشان تعمل ريبورتاج وحدائق. انت مصدقه ان هي هتعمل حديث صحفي؟ لا لا يمكن، دي جايه وراها حاجه. الوليه دي في دماغها حاجه. دي وليه كارهه نفسها وكارهه دنيتها والعيشه واللي عليها. دي مطهقه جوزها في عيشته. انت عارفه احنا مسمينها ايه في الشله؟ مسمينها نميمه نميم، لانها اكبر نمامه في البلد. تموت وتعشق النميمه وسيره الناس، ولا ترتاح ولا يهدى لها بال الا لو ولعت الدنيا حريقه من حواليها. لما تشوف المطاف كده رايحه تطفي تهدى شويه. انا يا صلاح يا وجدي، انا اكبر نمامه في البلد. انا ما بهدش ولا برتاح الا لما اشعللها واولعها حريقه. طيب حاضر، ان ما خليتك تلف حوالين نفسك ما بقاش انا نجيبه نجيب. انا من بكره هرفع عليك قضيه سب. بقول لك ايه؟ نعم. انت ترفعي لي عليه قضيه. بس بقى يا نجيبة اسكوتي، خلينا نسمع بيقولوا ايه. اقولك ايه ولا ايه ولا ايه؟ دي ست معقدة والله العظيم. ثلاثة بركات عنده حق انه يتجوز عليها. دي لو كانت مراتي والله انا لا كنت اتجوزت عليها بعد ربع ساعة من كتب كتابي. لا 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 كده بقى زودها قوي. انا راجعة له. رايحة فين يا مجنونة انت؟ رايحة اضرب صوابعي في عينيه. وانت بقى ازعلي ولا تفلقي كمان يا شهيرة. غلط يا عقلة يا ام دماغ كبير. احنا نصبر لغاية ما يدينا الحبل اللي لفه حوالين رقبته لغاية ما يشنقه ويبقى عبرة لغيره. وهي يعني ست شهيرة بتاعتك دي اللي ما شاء الله يا سي صلاح؟ غلطت وجابت سيرتي. ما هي عشان تصاحب واحدة زي دي لازم تكون ألعن منها. لا يا شيخة، شهيرة ديت حاجة تانية خالص. يا سلام، ومالك بتدافع عنها قوي كده ليه؟ مصيبة تكون بتحبها. أنا؟ أنت بتحبها يا صلاح؟ يعني لا طبعا، بس انا كان بيتهيألي يعني ان انا بحبها في يوم من الايام. وحياتك عندي لنسيها لك ومخليك تفتكر واحده تانية في الدنيا كلها غيري انا. صلاح بتحبني؟ تاني هتساليني السؤال ده يا سناء؟ ومش هبطل اساله لك لحد ما تجاوب عليه. بتحبني؟ طبعا يا حبيبتي بحبك 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 بحبك. حد يقول لي لا.